انت زعلان ليه لما تشوف كنيسة او معبد يهودي وانت مسلم؟ كلنا اتولدنا المسلم مسلم والمسيحي مسيحي بالبطاقة. أيوه. اللي هو ورثها يعني. المفروض ان احنا نعيد صياغة فهمنا للمعتقد اللي احنا مشينا عليه. طب كنا صغيرين مش عارفين. طب كبرنا. طب ما فكرت ولا خايف تفكر؟ الله على خايف تفكر المعتقد اللي انت ماشي عليه صح ولا غلط؟ البحيرة فيها 77 جامع مخالف على حرم الترعة. واللي ما يرضيش ربنا احنا هنبقى موجودين معاه.